كانوا بين جيش ملكي من شهر واحد السنه الماضيه كانوا كلموني باش نجي الفريق. فكنا احنا في المنافسه كاس افريقيا كما يلا نبداو الشامبيونز ليغ مع فريق الاتحاد الباطي. فانا رفضت انا نلتحق فريق جيش ملكي قلت لهم يعني نسالي الموسم ومن بعد يعني تكون هضره اخرى. كنظن بان بمجرد نهايه الموسم كنقول بعد المباراه ديال جيش ملكي فراه ما كانت اتصالات فوق التافه. الناس ديال الجيش احترموني بما فيه الكفايه والناس تفاوضوا معايا بواحد التفاوض اللي كما قلت 48 ساعه يعني الامور يعني المفاوضات اللي معايا مع فريق التحضيرات كانت بسرعه كبيره. كنظن بان العلاقه ديالي مع كوني الحلم ولا السجناء المسلمين فهي علاقه حتى هي تمتد لسنوات لان كنعرفو كوني الحلم كان في منتخب مغربي السجناء المسلمين كان في منتخب مغربي كانوا مع السي حسين سليمان. كنظن بان فريق الرجاء البيضاوي توج في نص الطريق اللي كنظن بان نهار غادي نسالي نعتزل الكره القدم غادي نقول علاش انا رفضت فريق الرجاء البيضاوي في هذه اللحظه. كنظن بان هما عارفين واحد شويه ولكن ان شاء الله ايام الله طويله مازال طويله ان شاء الله تجي واحد الوقيته اللي غادي نقول علاش رفضت الفريق الرجاء البيضاوي في هذه الوقيته. رغم ان مشكور سي محمد فاخر كانت تصرات معاه في التليفون يعني تقريبا لمدة يومين فاش كنت في المنتخب المغربي في المعسكر. سي راشد البوصيري سي الاسم الثالث. فكنظن بان الناس اتصلوا بيا عبروا على الراي ديالهم عبروا على الراي ديالهم باش يجي فريق الرجاء البيضاوي. ولكن كنظن بان انا اختاريت في اخر لحظه فريق الرجاء فريق الجيش الملكي لعده اعتبارات. اولا ان فريق كبير او ثانيا انني نبقى في مدينه الرباط في السنه الماضيه فواحد الاستقرار عائلي اول حاجه. ثالث حاجه كما قلت لك فريق عنده قاعده جماهيريه في مستوى فريق اللي كما كنقولوا عنده ناس محترمين بطبيعه الحال الرجاء البيضاوي ولكن الناس اللي كنعرفهم الناس ديال الجيش الملكي كنعرفهم لسنوات. فكنظن بان خطه فريق الجيش الملكي على فريق الرجاء البيضاوي لعده عوامل. والسبب الاخير كنظن بان مبالغ يعني العاليه ديالي علاش رفضت فريق الرجاء البيضاوي. وكنظن راشد البوصيري محمد فاخر كيعرفوا علاش.